جانا اهل الكويت، جانا اهل الكويت وجانا المطر معه. الكويت كلكم مبركة، فيكم الكويت مبركة كلها. ما شاء الله تبارك الله. الا في سر يا ابو فهد عن سر في التجاره. يا ابو فهد ما ادري هل هو حب في اهل الكويت او هل الكويت يتلقون الشيء الزين. في تجارات كثيره اذا جيت تسوق لها وقلت انها من الكويت طارت بسرعه. اكل مطاعم، احنا نتفوق في المطاعم طبعا، احنا التوب في المطاعم يا رجال. اي والله ابو عبد العزيز معلش بالداخله، ما تفضلت احنا نسمع قبل 50 سنه او اكثر السياره من الكويت لها فرق، الخيام اللي تجيب من الكويت لها فرق، هم دائما يعني يختارون الصناعه الطيبه. صحيح، من غير قصور في تجارنا، لكن ما ادري وش السر. انا ودي عبد الرحمن كان عنده اذا تفيدني اكون شاكر لك. انا في ان شاء الله. ولا ابو فهد، لان في شغلات انت العالم تروح تطلبها من الكويت، حتى عندك القماش، القماش الكويتي بطل. في بعض العطورات، حتى في بعض الاجهزه الكويتيه بطله. الكويت يا ابو عبد العزيز مسماها الاول لؤلؤه الخليج. يا سلام. لؤلؤه الخليج. ها؟ لؤلؤة الخليج، الكويت لؤلؤة، الكويت درة، الكويت أنيقة بشعبها، أنيقة بحكامها. الصباح الله يرضى قدرك، الله يرضى منهم أهلنا منا وفينا، شعب الكويت منا وفينا، ما فيها أي يعني فرق لو كان بسيط. بالنسبة لتميز الكويت في الأشياء الجميلة، لأن الشعب الكويتي متذوق، الشعب الكويتي أنيق. اجلس يا مشرف. فبناء على أنهم لديهم أناقة ولديهم شيء جميل، فصار التاجر يبحث عن الأجمل عشان يرضي هذه الذائقة. يا سلام. فصار كل شيء متميز يجي من الكويت. أنا أذكر من قبل 30 سنة، تذكر أبو عبد العزيز 40 سنة، نجيب الخيام الصباحية. الله الله. وإلى الآن. وإلى الآن. طيب طبعا الآن الآن اللهم لك الحمد، أتكلم بصدق، الخليج الآن كله خير. متجر الكويت تلقى في الله في حي لبن. الرياض تلقاه في المباركيه. انا خصيتها تقول الصباحيه. أوه. الى الان متميزه خيام الصباحيه الى يوم للجوده. إيه؟ اقصد وش منتجات الكويت موجوده، تدخل في اي سوبر ماركت. أيوة. الكويت كانك داخل في سوبر ماركت في السعوديه. يعني إيه الان بضائع الخليج في كل مكان. يعني ما عاد تقدر تقول اوه وشون اجيبه كيف اطلبه، لا تطلبه ولا شيء، موجود. موجود. إيه والله موجود. لا تطلبه ولا تدوره ولا شيء. وتذكر من اول مدور الغتر العطار؟ الله الله. هذه موجوده من اول. العطار تكفى من يروح الكويت وشلون نجيبها وشلون نرسلها الكويت. العطار ابد هذه موجوده، هذه وش ولا فقر محل تبيه. على راس ابو خالد العطار يعني وين. انا اقصد الان الان الصناعات الخليجيه اللهم لك الحمد، الخليج فيه تكامل قوي جدا، في تكامل في الصناعات، تكامل في الشعوب، تكامل في القيادات. شوف ابو العظيم ابو فهد جيتهم الان، جانا المطر مع جيت خيرهم كلهم خير. جانا مطر اي والله. تفضل يا ابو خالد. طر اخوي الله يطول عمره سوق البركيه. انا رحت مره الكويت قبل خلصت يا جماعه. سوق البركيه ذا عجب والله، بلد تدخل فيه ابوه المشوت، الملابس بنوعها الصوفي وغيرها، المقاهي الشعبيه جميل، سوق الذهب، استكانة الخضر، الفواكه، الخضر من يا رجال تمشي لك ساعتين ثلاث ما تجيت ولا عشره حتى. المطاعم وبعدين مثل ما قالوا في المطاعم يا اخي حتى مطاعمهم لا يفوتك يا ابو خالد رحابه صدر الشعب الكويتي. اي والله لا يفوتك رحابه صدر الشعب الكويتي. الشعب الكويتي يعني الشعب الكويتي لبق يا اخي. ومطاعمهم اكل يا ابو عبد العزيز اكل قل معمول لطعم، مو مش حالك والله مشبوس. وش اشهر الاكلات في الكويت؟ مثله مشبوس بريال. لا الكويت العشار او شو اسمه ذا عشار. العشار اي العشار. اي العشار إيه. من الاشياء المميزه فيه. لكن ابشر والله ابشر بالقولون. ها ابشر بالقولون والله. السوق السعودي الحين مليان مطاعم كويتيه. أوه. من اطلق المطاعم مميزه. إيه. وما ادري الظهر، وما ادري مطعم مقلوبتي او الخروف. اي مطعم مقلوبه. فريق السويله مقلوبه. هذه الشرقيه فريق السويله. فريق السويله هذه اعلانات مجانيه يا اهل الكويت. الله يسلمك. بركه عبد الرحمن. جانا عبد الرحمن. ذكرت المباركيه، ودي اوجه رساله للكاميرا
ربع الاحد ينتقد المباركية، انا عندي الشباب منتقدون المباركية. يا سلام، احنا احلى منطقة عندنا المباركية. انا منكم فيكم احب المباركية. ايوه المباركية خاصة في رمضان ترى جوها يا سلام يا جماعة العصرية. عزم صادق، اشكر مشاركة الشباب معنا. ودنا نسمع بيتين من اخوي عايض. والله اني خفت قبل بيتين من عياد. لا بسم الله ما نبشعر.